في السنين الاخيره مع اكاديميه البحث العلمي من خلال المركز الاقليمي لتنميه العلوم جنوب الصعيد. بيبقى في هناك ورش عمل كتير عن رياده العمل، واحنا نسمع قصص نجاح النهارده كويسه جدا وابناء من ابناء الكليه. فاحنا حضرنا ورشه من ورش العمل ديت، وكان في عدد كبير من اعضاء التدريب. ادي يعني حاجه خاصه بالمشروعات الناشئه في مجال التصنيع الزراعي، وهيتكلم عليها الزميل مينا اللي هو مشروع ثمار. ودي فرصه اقولها لخريجين الكليه دلوقتي ان هم يسجلوا اساميهم ومعدل في البنك بتاعك، خش على الموقع وسجل اسمك وهتتدرب وتعمل مشروع وهتشوف نموذج نجاح النهارده ان شاء الله. ده جانب من الحضور، يعني الدكتور ماهر، الدكتور خالد، الدكتور محمد، الدكتور احمد، الدكتور محمد سليمان، الدكتور عبد، والدكتور طلعت الشيخ، الدكتور حازم، كان عدد كبير جدا، الدكتور هاني، وكان عدد من الطلاب طلعوا اي فعاليه بتتم في المركز الاقليمي عاوزين تدريب على زراعه الانسجه على اي حاجه، الحرير والحاجات دي كلها بيبقى دايما كليه الزراعه موجوده في المقدمه. برضه هنا الدكتور اشرف عكاشه من ضمن برضه من الكليه برضه لها دور في حتى خدمه المجتمع اللي هو مش السعودي بس، لا ده خدمه مصر كلها. في لجنه اسمها لجنه بحوث الغذاء، اللجنه ديت مشكله من ضمن المجالس النوعيه اللي في اكاديميه البحث العلمي، عملوا ورشه عمل دراسه فنيه واقتصاديه واجتماعيه للمشروع القومي لاستصلاح وتنميه 1.5 مليون فدان، ودي كانت موجوده في كليه الزراعه جامعه عين شمس، كان يوم 26 ديسمبر 2016. مثلنا ثلاثه في الكليه، كان الدكتور خالد وانا والدكتور اشرف.